أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صباح هذا اليوم مع ملخص سباق ما دار من تحدي ومنافسات لسن الكبار يوم السبت 11 من سبتمبر لعام 2021، 16 انطلاقة لسن الحولي والزمول بمسافة 5 كيلومترات، والتحديات كانت كالآتي في هذا الملخص القصير والذي يشهد على تحديات المرموم. الشوط الأول الرئيسي الظبي لسيب بن مصبح بن كاسب المسافري، ذهبت بالناموس بثمان دقائق ثلاث ثواني ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مع الحول المحليات الأصايل على هذا الفوز يا بن كاسب، تهانينا والناموس. أما الشوط الثاني حضرت عز لمالكها سهيل بن عبيد بن يميع، انتزعت الناموس وهدت أهالي النجمة في إمارة دبي. الانتصار لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي بثمان دقائق سبع ثواني بالوفاء والتمام والكمال، رصيدة ثلاث سيارات بالإضافة إلى سلالتها مبلش السعدون. أما شوطنا مشاهدينا الكرام الثالث هنا حضر من خلال التحدي محافظ لسيب بن خلفان الغويص السويدي، معلن الفوز والانتصار بسبع دقائق أو ثمان دقائق ثانيتين وسبعة أجزاء من الثانية، مهديا أهالي مشرف هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس ولبو أحمد. أما الشوط مشاهدينا الكرام الرابع هنا يأتي عباب لمالكة سلطان بن سالم بن سليم الاكتبي، معلن الفوز والانتصار بثمان دقائق خمس ثواني خمسة أجزاء من الثانية، مع زمول المهجنات الأصايل ومهديا أهالي المدام هذا الانتصار. الشوط الخامس الشاهينية لسلطان بن سيف بن حامد بالأصلي الشامسي، معلن الفوز والانتصار بثمان دقائق سبع ثواني جزء من الثانية، سلام عيناوي سلام لأهالي البصرة على هذا الانتصار وتهانينا يا أبو سعيد. الشوط السادس مهمة علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، أنجزت المهمة بكل قوة وتحدي، ثمان دقائق عشر ثواني بالوفاء والتمام والكمال، تهانينا والناموس وسلام لأبو عبيد السلام. أما الشوط السابع يأتي نبهان كاسب بن سالم المسافري، هنا منتزع أبو سالم الناموس هذا الشوط بقيادة عبد الله بن خادم الزرعي، ثمان دقائق 12 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية. الشوط الثامن يأتي نايف سالم بن مسفر بالقوبع، منتزع الناموس بعد منافسة شرسة وقوية بين هذه الزمول المهجنات الأصايل، لأنه استطاع أن يحكم في النهاية مع خط النهاية الناموس، ثمان دقائق 12 ثانية سبع أجزاء من الثانية توقيته، والسلام إلى أهالي ند الشبع السلام. الشوط التاسع غارة لسعود بن سالم الأمنعي، منتزعة الناموس مع الحول المحليات الأصايل، ثمان دقائق 13 ثانية سبع أجزاء من الثانية وتوقيتها زمني، تهانينا على هذا الفوز لمالكها والانتصار. أما الشوط العاشر تأتي المدينة محمد بن عبيد بضبيعة أهالي نزوة بالفوز والانتصار، ثمان دقائق 10 ثواني جزئين من الثانية، تهانينا بضبيعة على هذا الفوز والانتصار على فوز المدينة بالمركز الأول. شوط الحادي عشر غياض مع زمول المحليات الأصايل، عوض بن نصيب السبوسي هالي سويحان على موعد مع التتويج والانتصار، ثمان دقائق 18 ثانية وثمان أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، سجل حافل بالإنجازات مع غياض والنواميس في كل الميادين في الموسم الماضي. الشوط الثاني عشر رمز خليفة بن سعيد بن ضاعن، حيث انتزعت الناموس والانتصار، ثمان دقائق 18 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس وسعد الله صباحك على هذا الفوز والانتصار، مع فوز رمز بشوط المهجنات الأصايل من الزمول. الشوط الثالث عشر نبدأ مع شواط الإنتاج، حيث هملولة وهالي الهير بالمرصاد بهذا الشوط، ثمان دقائق 12 ثانية سبع أجزاء من الثانية، تهانينا لمنصور بن حماد الاكتبي على فوز هملولة بالمحليات الأصايل وتكرار إنجازات الموسم الماضي. الشاهينية في الشوط الرابع عشر سالم بن محمد بالشرقي العفاري، منتزع الناموس ومهدي هالي الوقن والمصانع الجنوبية، ناموسا مستحق مع الحول المهجنات الأصايل، ثمان دقائق ثمان ثواني وسبع أجزاء من الثانية. أما الشوط الخامس عشر يأتي ضاري لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي، منتزع الناموس بثمان دقائق خمس ثواني ثلاث أجزاء من الثانية، ومهديا لمالك هذا الفوز والانتصار. أما شوط الختام منذر للسهيل بن خيرات العامري بدون أي تعليمات، أيضا كذلك يفوز وينجز هذا الفوز لصالحه، ثمان دقائق 15 ثانية سبع أجزاء من الثانية، مصانع الجنوبية وشعار شرط دائما حاضر في كل المحافل وكل المواقع والانتصارات. هكذا مشاهدينا الكرام كانت نتيجة هذا اليوم حاضرة
مع حضراتكم، لكم الشكر الجزيل على المتابعة. يوم الغد بإذن الله تعالى يتجدد اللقاء بنفس الموعد في صباح يوم الغد لهجني أصحاب السمو الشيوخ. لكم التحية مشاهدين الكرام، أنا الأستاذ عبد الله وادي مخرج هذا السباق وطاقم العمل الفني جميعا لقناة دبي ريسنج والنقل الخارجي في ميدان المرموم. إلى أن نلقاكم يوم الغد، تقبلوا أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.